كبيرة ومتوسطة بمبلغ 200 مليار جنيه، واللي استبناها السلم الحفظ البنك المركزي ووضع الآليات الخاصة بتنفيذها مع وحدات الجهاز المصرفي. 4. إطلاق المشروع القومي لإسكان الشباب خاصة الإسكان الاجتماعي. 5. تكليف السيد رئيس الجمهورية بتخصيص نسبة من المشروع القومي لاستصلاح مليون ونصف. الحضور الكريم، إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في وقت بالغ الأهمية نظرا لكونه جاء أيضا بعد اتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات الاقتصادية على طريق الإصلاح، منها تحرير سعر الصرف والقرارات المرتبطة بتحرير منظومة دعم المحروقات، إضافة لما صدر من المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية من قرارات ومحفزات للاستثمار، واتخاذ الحكومة مجموعة من القرارات